نشرة الأخبار من نبأ، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية الفرنسي يدعو حفتر إلى احترام عملية السلام ويؤكد أن عليه وضع نفسه في خدمة بلاده. المبعوث الأمريكي السابق لليبيا يصف انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي بالقرار الباطل. الجمعية العامة تقر مشروع قرار بشأن القدس وتعد أي إجراءات لتغيير طابع المدينة لاغية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من النبأ. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إنه أبلغ قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بضرورة احترام عملية السلام التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا. ونقلت وكالة رويترز عن لودريان تأكيده أنه لا بديل عن الخطة الأممية وأنه على خليفة حفتر أن يضع نفسه في خدمة بلاده. هذا واتفق رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان على زيادة التعاون والتنسيق لتعقب المهربين والمتاجرين بالبشر داخل ليبيا وخارجها. وطالب السراج خلال لقائه لودريان في طرابلس اليوم بدعم عمليات الترحيل الجوي للمهاجرين غير الشرعيين وإقناع دول المصدر باستقبال مواطنيها وبحث حل للمشكلة بطريقة شاملة. أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اهتمامه بإيجاد دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات ومصالحة وطنية شاملة. وأضاف سلامة في كلمة له ضمن منتدى الجنوب للمصالحة أن الوقت حان لإجراء مصالحة وطنية شاملة في ملتقى وطني جامع ضمن خطة العمل الأممية. ولفت سلامة إلى أن خطته تشمل الجانب المؤقت كإيجاد حكومة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للليبيين، مشيرا إلى أن الجنوب يلعب دورا رئيسيا في اللحمة الوطنية ووحدة التراب الليبي وحماية الحدود. من جهته أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان دعم بلاده لليبيا لإجراء الانتخابات وحشد كل الإمكانيات لنجاحها. وقال لودريان خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بالعاصمة طرابلس الخميس، قال إن جهود فرنسا في هذا الإطار لن تتوقف مهما حاول المعرقلون. وجدد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وإنجاح الاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة. هذا وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن عدد المسجلين بلغ 26 ألفا إلى حدود 19 من ديسمبر الجارية. وأوضحت المفوضية في تقريرها اليومي أن إجمالي الرجال في سجل الناخبين فاق 17 ألفا، في حين وصل عدد النساء المسجلات أكثر من 9 آلاف. وصف المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جونثان وايتر انتخاب مجلس النواب محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي بالقرار الباطل والعبثي. وأضاف واينر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أن البنك الدولي والبنوك العالمية الأخرى لن تعترف بالمحافظ الجديد، لافتا إلى أن مجلس النواب ليس له أي سلطة في الاتفاق السياسي لكي يغير المحافظة بشكل أحادي الجانب. وأشار واينر إلى أن المادة 15 من الاتفاق تتطلب التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وثلثي أصوات مجلس النواب، وهذا لم يحدث.
في السياق ذاته قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن المجلس غير ملزم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزية. ولفت درسي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن رفض المجلس الأعلى للدولة انتخاب محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي شيء متوقع وغير مستغرب لأنه خصم للبرلمان وفق قوله. ودعا عضو مجلس النواب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لبذل جهد أكثر للوصول إلى اتفاق بين أطراف الصراع في ليبيا. هذا وتباينت ردود الفعل حول انتخاب مجلس النواب محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزية بين مرحب ومندد بالقرار كونه مخالف للاتفاق السياسي. التقرير التالي يرصد جانبا من هذه الردود. مش هنعطيهم كلمة. على خط الأزمة المتصاعدة حديثا، دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أمل ضبط النقاش وترشيده بما يحد من تفاقم الخلاف. البيان الذي نشرته البعثة الأممية يشدد على أن المادة 15 من اتفاق الصخيرات تفترض التشاور سلفا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل اختيار أي منصب سيادي. مناسبة البيان انتخاب مجلس النواب لمحمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، خطوة عدتها البعثة تراجعا إلى الوراء وضربا للجهود الأممية الساعية إلى توحيد المؤسسات لا بعثرتها كمقدمة للوصول إلى حل سياسي جامع. موقف يصب في سياق المواقف المحلية المعارضة لخطوة مجلس النواب، بدءا من رئيس المجلس الأعلى عبد الرحمن السويحلي الذي عد الخطوة تصرفا فرديا إلى محافظ المصرف المركزي في طرابلس والذي اعتبر تصويت مجلس النواب مخالفا لاتفاق الصخيرات. وعلى غرار النقاط الخلافية المتعددة بين فرقاء الأزمة، شكلت هذه المسألة عنوانا آخر للخلاف الليبي. فعلى خلاف المواقف المنددة الصادرة من طرابلس، رحب مصرف ليبيا المركزي الموازي في البيضاء بانتخاب مجلس النواب لشكري. ووفقا للمصرف الموازي، ستكون هذه الخطوة بمنزلة اللبنة الأولى نحو توحيد المصرف المركزي ليعود إلى مساره الحقيقي. اختيار مجلس النواب لمحافظ المصرف عملية تتجاوز في أهدافها الأبعاد الاقتصادية، فهي خطوة ضمن خطوات أخرى هدفها تقويض الحل السياسي ومستلزماته لإبقاء الهيمنة العسكرية جاثمة على صدور الليبيين. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي برفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وأيدت 128 دولة القرار بينما رفضته 9 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت. وطلب القرار جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس والامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة. كما أكد القرار أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس تعد لاغية وباطلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد الأربعاء بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت ضد قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وقال ترامب في تصريح نقلته وكالة أنباء رويترز أنه سيراقب التصويت مهددا بوقف المساعدات عن الدول التي ستصوت ضد قراره. من جهتها حذرت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي الثلاثاء من أن ترامب طلب منها إبلاغه بأسماء الدول التي تصوت على سحب قراره.
قال عضو بلدية طرابلس المركز ناصر الكريوي إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في البلدية بعد كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت يوم أمس. وأضاف الكريوي في اتصال مع النبان الشركة العامة لخدمات النظافة أزالت الأشجار التي سقطت في شوارع منطقة بن عاشور والظهرة بسبب الرياح القوية، كما بدأت شاحنات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في شفط المياه المتراكمة بالشوارع المغلقة بسبب ضعف البنية التحتية. حذر رئيس المجلس المحلي تورغاء عبد الرحمن شكشاك من سوء أوضاع أهالي تورغاء الموجودين بالمخيمات مع التساقطات الأخيرة. وقال شكشاك في اتصال مع النبأ إن المجلس البلدي تواصل مع لجنة رئاسة الحكومة المقترحة لتوفير مولدات وبعض المساعدات السريعة. وأضاف رئيس محلي تورغاء أن رئاسة الحكومة وعدت بتجهيز مساعدات سريعة لتغطية البيوت بالنايلون وتوفير أغطية للتدفئة وبعض المساعدات الأخرى للأهالي. في السياق ذاته، أهاب المجلس البلدي غريان بجميع مستعملي أبو غيلان أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلهم بالمنطقة. ونبه المجلس إلى وجود بعض الصخور المتساقطة من أعلى الجبل على الطريق العام جراء هطول الأمطار، كما حذر المجلس مستعملي الطريق من انعدام الرؤية أحيانا بسبب الضباب الكثيف. هذا وحذرت مصلحة المرافق التعليمية إدارات المدارس من خطورة تجمع مياه الأمطار على أسطح المباني التعليمية. ودعت المصلحة عبر صفحتها الرسمية إلى التأكد من فاعلية عمل قنوات صرف المياه بالمدارس وعدم احتباس تصريف مياه الأمطار. وقالت مصلحة المرافق إن تجمع مياه الأمطار على أسطح المدارس سيؤدي إلى تهالك المباني المدرسية وأحداث فواصل تتسرب منها المياه إلى القاعات الدراسية والممرات. من جهتها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن عدد ساعات طرح الأحمال سيبلغ 7 ساعات اليوم الخميس. وعزت الشركة ذلك إلى إمكانية بلوغ العجز بالشبكة 1450 ميجاوات. وأفادت الشركة بخروج بعض الوحدات الإنتاجية عن الخدمة بسبب اضطراب حالة البحر وتأثير ذلك على المحطات البخارية التي تعتمد على مياه البحر في توليد الطاقة الكهربائية. النشرة مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد قليل. الحرس البلدي بغريان يصادر كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إلى آخر تطورات ملف الهجرة، أعلنت الأمم المتحدة عزمها إعادة 10,000 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم. وقال مسؤول بالمنظمة الأممية في تصريح لوكالة رويترز إن العملية تهدف لتخفيف وطأة معاناة آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف احتجاز سيئة على حد قولها. من جهته أكد ممثل مفوضية اللاجئين في ليبيا روبرتو مينونيا عمل الأمم المتحدة على ترحيل 350 شخصا من ليبيا خلال الأسبوع الحالي. وأضاف مينونيا أن عدد المهاجرين المرحلين خارج ليبيا عن طريق المنظمة سيبلغ 1000 لاجئ بداية يناير المقبل. هذا وخصصت الحكومة البريطانية 5 ملايين جنيه استرليني لتوفير الدعم الإنساني لحماية المهاجرين واللاجئين الموجودين في ليبيا. وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردونت إن المهاجرين داخل ليبيا يواجهون ظروفا خطرة واستغلالا وحتى عبودية حديثة حسب قولها. وأكدت التزام بلادها بالعمل لحل الأسباب الرئيسية التي تجبر المواطنين على الهجرة. صنف تقرير نشرته مجلة فوربس الأمريكية ليبيا كثاني أسوأ دولة بالعالم في مجال الأعمال. وبحسب التقرير حلت ليبيا في المركز 149 من أصل 150 دولة شملتها عملية المسح في التقرير الذي يحمل عنوان الدول الأفضل والأسوأ للقيام بالأعمال في العام المقبل. ووفقا للتقرير احتلت بريطانيا الصدارة كأفضل بلد للقيام بالأعمال، تليها نيوزيلندا ثم هولندا والسويد وكندا. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية سيغال مانديلكر آليات حماية أصول المؤسسة وسبل استثمارها. كما ناقش الطرفان سبل الدخول إلى الأسواق الأمريكية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالولايات المتحدة. من جهته أكد وزير التجارة الأمريكي أن حكومته ستقدم الدعم الكامل للمؤسسة من أجل حماية وصون أصولها. صدر فرع جهاز الحرس البلدي بغريان اليوم كميات من الجبن غير صالحة للاستهلاك كانت داخل مستودع للبضاعة المدعومة في المدينة. جاء ذلك خلال دورة تفتيش قام بها أفراد الحرس البلدي على عدد من مستودعات البضائع والأسواق والمحال التجارية في غريان بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغذية في المدينة. قام بالتفتيش على المستودعات المدعومة مع الأسف المدعومة، وتم ضبط 92 كرتوني من الجبنة صنع مصري، وهي صلاحيتها الجبنة صلاحيتها تمام ولكنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وكانوا برفقة مكتب الرقابة على الأغذية، وتم الكشف من دوريات الحرس البلدي ومن مكتب الرقابة على الأغذية على الجبنة، وأنها كانت متأثرة أما من سوء تخزين أو سوء نقل أو ربما حتى. تسلم مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية الغريفة مساعدات إنسانية الأربعاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشملت المساعدات مواد غذائية وأغطية ومفروشات لنحو 250 أسرة في البلدية. من جهته شرع مكتب الشؤون الاجتماعية في توزيع هذه المساعدات على الأسر المحتاجة والمسجلة بديوان البلدية، وذلك بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر في أوباري.
تم استلام كمية من المساعدات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب لعدد 250 أسرة معوزة على نطاق البلدية والمتمثلة في مواد غذائية وأفرشة. وزعت منظمة اليونيسف مساعدات إنسانية على الأسر النازحة في سرت ومدن أخرى في منطقة الجفرة بالتعاون مع فرع الشؤون الاجتماعية بالمدينة. وقال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل للنبأ إن المساعدات استهدفت ما يزيد عن 400 أسرة نازحة ممن يعانون ظروفا صعبة بعد تدمير منازلهم في الحرب ضد تنظيم الدولة. وأضاف الأميل أن المساعدات تمثلت في أغطية ومفروشات ومواد غذائية وملابس ومستلزمات منزلية أخرى. أحيا قسم اللغة العربية بجامعة عمر المختار في درنا اليوم العالمي للغة العربية، ونظمت الاحتفالية بالمسرح الوطني درنا بالتعاون مع فريق إحسان للثقافة والتنمية. وطرح المشاركون فيها مجموعة من الأوراق حول مفاهيم اللغة وأهميتها، كما كرم على هامش الفعالية عدد من معلمي وأساتذة قسم اللغة العربية بجامعة عمر المختار. حضوركم الذي أسعدنا وأبهجنا ونتمنى اليوم. نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورشة للأخصائيين الاجتماعيين في القطاع التعليمي حول كيفية ترشيد الطلاب وتوعيتهم، وتهدف الورشة لتجنب أمراض العصر وكيفية الحفاظ عليهم من هذه المخاطر. المزيد في التقرير التالي. قد لا يقتصر دور الاختصاصي الاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية على معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية والنفسية للتلاميذ داخل محيطهم المدرسي وخارجه ومتابعتها باستمرار طوال مدة العام الدراسي، بل يتجاوزها إلى دور الواعظ والمرشد حتى يقي التلاميذ المخاطر الاجتماعية التي تهددهم في بداية مراحلهم العمرية. حرصنا على أبنائنا وطلابنا أنهم يعيشوا في بيئة خالية من الأمراض، فهذه الورشة اللي هي توعيهم وتقفهم بالخطر هذا المرض ولما ليه من سلبيات طبعا ومؤثرات صعبة جدا يعني. فإحنا أول بورشة هذه وبإذن الله مش هتكون الأولى، ونتواصلوا مع طبعا الهدف منهم المستهدفين من هذه الورشة طبعا الأخصائيين الاجتماعيين والمسعفين الصحيين. مخاطر تتصدرها ظاهرة المخدرات التي باتت التوعية بأضرارها منذ الصغر ضرورة ملحة داخل المؤسسات التعليمية. من هنا جاءت فكرة تفعيل دور الاختصاصي الاجتماعي في ترشيد الطلاب ووقايتهم وتحصينهم من مخاطر هذه الآفة ضمن ورشة عمل امتدت 3 أيام تحت رعاية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. قامت ورشة عمل في تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات في وقاية وتحصين المؤسسات التعليمية من خطر المخدرات التي تستهدف فعلا في تفعيل دور هذا الأخصائي لأنه هو الأساس في عملية نشر هذه الوعي ونشر المظاهر والتوعية بالمظاهر السلبية الموجودة الآن في المؤسسات التعليمية من خلال تقديم لهم برامج تعليمية تدريبية للتعريف بالمخدرات وأضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية بالغة الخطورة. الورشة شملت التعريف بالمادة المخدرة وتأثيرها على السلوك العام وعلاقتها بالانحراف السلوكي، إضافة إلى تأكيد دور الاختصاصي الاجتماعي في مجال الترشيد والوقاية والتحصين. إذن هي خطوة تبحث التوعية والتوجيه لحماية أطفالنا من هذه الآفة، كما تسلط الضوء على الدور المؤثر للمتخصص الاجتماعي في إدارة سلوكيات الطالب والتأثير الإيجابي عليه. نهاية نشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الخارجية الفرنسي يدعو حفتر إلى احترام عملية السلام ويؤكد أن عليه وضع نفسه في خدمة بلاده. المبعوث الأمريكي السابق لليبيا يصف انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي بالقرار الباطل. الجمعية العامة تقر مشروع قرار بشأن القدس وتعد أي إجراء لتغيير طابع المدينة لاغية.
الحرس البلدي بغريان يصدر كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك من مستودعات بالمدينة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.